شنو هاي الصخور؟ هذا الموجودين عليه احنا بالضبط، هذا المكان هو الكونكريت وول اذا تشوف هنا، واللي شوفتك اياه وقلت لك كل الكتل الكونكريتيه الخاصه بهذا الايتم تم انجازها بالكامل، اللي هي 2600 وكسر. هذا بعد ما تم معالجه التربه الرخوه في السي بيد من خلال ماكينه دي سي ام، اللي هي عباره عن ماكينه ثلاثيه البرينه بعمق 20 متر تسحب الرمال وبعدين تخلطها مع الاسمنت وترجع تغرسها على طول. هذا المكان تم معالجته وتقويته بعد ما صارت عمليه التسويه الكامله، ورصفوا هذا الكونكريت وول، زرعوا جنب من عنده هذا الصخور. نفس السؤال انطرح لي اكثر مره، ليش تستخدمون صخور مو سبه؟ الصخور فيها ميزه التماسك مع بعضها، ما تسوي ازاحه جانبيه. فتشوف تقريبا كذا متر منا، يعني ما اعرف المعلومه عند الاخوان المهندسين، استخدموا ماده الصخور ومن بعدها السبيس. ليش؟ لان الصخور من يكبس يقعد على بعضه يتماسك مع بعضه، ما يسوي ازاحه جانبيه بهذا الاتجاه، ما يفلش الكونكريت وول، ومن بعدها تم تغطيته بماده السبيس. هذه شو تسموها انتم هذا الصخور؟ يعني ما نريد ندخل بالتفاصيل العلمية بقدر ما أنه كاسر الأمواج أول مرة ينشأ من أنواع مختلفة من الصخور حسب طبيعة التيارات، حسب طبيعة الأمواج، حسب طبيعة الملحية للمياه البحرية. طبعا تعرف أنه مياه البحرية للخليج العربي تعتبر أعلى ملوحة بالعالم بالكامل، لأنه خليج شبه المغلق وبنفس الوقت ارتفاع درجة الحرارة المستمرة. بالتالي الشركة المصممة والشركة المنفذة اختاروا أكثر من نوع من الصخور. إذا تشوف هذه الكتل الكونكريتية، هذه كتل مصنعة، أما اللي تحت من عندها لا، هي عبارة عن صخور تم استيرادها من دولة الإمارات. إذن هذه الصخور جاءت وفقا لمواصفات، أكيد وفقا لطبيعة الملوحة اللي موجودة، طبيعة الملوحة وطبيعة الأمواج أيضا اللي راح تتعرض لها، حتى فعلا هي تسمى مصد أو كاسر للأمواج. زين، أنتوا استوردتوها من الإمارات، أنتوا مكروهة وجابت بنية. نعم. هسه أقول لك ليش استوردتوها من الإمارات، ما احنا عندنا صخر. الأسباب أول شيء جبالنا بعيدة والنقل البري مكلف جدا، واللي استورتها طبعا مو إحنا كشركة عامة الموانئ، إحنا تعاقدنا مع شركة تنفذ المشروع، وبالتالي هي أصبحت مخيرة حتى توالم كلفة المشروع. إحنا انطيناها من المشروع، إذن حساب الأكلاف، حساب الكلف والنوعية بالضبط هو الذي تحكم. اختاروا شمال العراق والجبال لكن أصبحت مكلفة جدا. لجأوا إلى إيران ايضا اصبحت مكلفه، واغلب الصخور اللي عندهم ما توالم، بالاخص الصخور اللي بعيده هي اللي تنطبق عليها المواصفات. اقرب وافضل مواصفه هي الجبال اللي قريبه على ميناء صقر في احد دول الامارات المتحده. طيب. زين، هذه الصخور ايضا بهاي القضيه ذا الشباب ياخذونها اللي استخدمت بقضية السد. نعم. هاي شلون تم تأمينها؟ شلون تم تأمينها؟ قصدك نقلها؟ أي نقلها منين جت؟ نقلها نقلت بالبحر بالجنايب، مثل ما تشوف هسه شلون محملة هذه الأنابيب. أي. تحمل الصخور وتفرغ بآليات خاصة. طبعاً التعامل مع السيبيد أو قاع البحر في هذا المكان تعامل خاص جداً ما موجود في مكان آخر. إذا جنابك شايف بالتلفزيون أو رايح للمناطق الرملية والصحراوية اللي هي لما يوقف بها البشر تبلع الرمال، هذا المكان الرمال المتحرك. هذا نفس الشيء السي بيد لما توقف عليه تبلعك الأطيان. اللي موجودة، لأنه أرض هشة وإسفنجية ورخوة جدا. إذا إيش قد نزلتوا بأعماق؟ الفخر ليس بإيش قد نزلنا من أعماق، وإنما أقول إيش قد توسعتوا حتى صبق القاعدة نيوتن اللي هي القوة على المساحة. أي جاذبية. الضغط يساوي القوة على المساحة، حتى تخفف الضغط على السي بيت، واللي هو تسبب بأعتقد بال 2013 بابتلاع 2 كيلومتر من كاسر الأمواج
الشرقي 2 كيلومتر تم ابتلاعها بالكامل واختفت عن الوجود. هاي بقتها بالبداية بال 2013 تحديدا. أما الآن بعد ما ذكرها. بعد ما أوجدوا الآلية والمراقبة الدقيقة جدا لعملهم أصبح العمل بالنسبة لهم الآن مطمئنين من هذا 100% إن شاء الله 100%. 100%. 100%.